أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها بشرا سويا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ولنجعله آية للناس
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى جزح النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله فأجاء ذا المحاط فأجاء ذا المحاط إلى جزء مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
جاء المخاض فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم كلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم. فانتبذت به مكانا قصيا
فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. تحتك ثريا قد جعل ربك تحتك ثريا تساقط عليك رطبا جنيا وانغزي إليك من جزعي تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوتا فقولي إني نذرت للرحمن صوما
Yeah.
تحمل فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Oh!
بالصلاة والزكاة. وأوصى به بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأتت به قومها تحمله. يا صدق الله
العالمين نبيا. صدق الله. وبر شكرا. صدق الله العظيم. والسلام علي يوم أولي دوا يوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان سبحانه. صدق الله العظيم. ما كان صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. صدق الله العظيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
فأشار إليهم قالوا كيف نكلم مكا صبيا قال إني عبد الله صدق الله
جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت
اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. اخوتي اخوة الإيمان والإسلام عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، آيات بينة من ذكر الله الحكيم تلاها وارسل علينا فاضلة القارئ الأستاذ محمد عبد الغني بركات القارئ لجمهورية مصر العربية والدول الإسلامية وعضو نقابة الكرام القاهرة والمقيم بصفت الحرية التابعة لمركز مدينة إيتاي البارو. أذيعت على أحدث وأقوى مقدرات الصوت العالمية والأنوار الكهربائية والفراشة الشعبية والمعرض الفني رتبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج جمال بكر وأولاده المقيمين بالمسيح. حضرات السادة المعازين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.